أعرب الرئيس عبر صفحته على الفيسبوك عن سعادته بلقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأوضح أن اللقاء رسخ قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية والتي تربط ما بين مصر والولايات المتحدة، وما تشهده تلك العلاقات من تطور إيجابي متواصل خلال هذه الفترة. وأكد حرص مصر الدائم على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون المشترك في جميع المجالات. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللقاء الذي جمعه مع الرئيس السيسي على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا. وفي تغريدة له على تويتر قال ترامب إنه عقد اجتماعا متميزا مع الرئيس السيسي.